يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا يا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيحة عند الله اشفع لنا عند الله يا مجيحة عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المصطفى يا ابن رسول الله يا حجة الله يا خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيئا عند الله اشفع لنا عند الله يا مجيئا عند الله اشفع لنا عند الله 14 Masum Aleyhisselam'ın ruhunun şefaatini ziyaretin nasip olması için salavat.